تسرب آخر. هل رأيت حركتي الرائعة؟ كنت سأنجح في الباليه لو أنك لم تمنعني. هذا يكفي، ليس الذنب ذنبي بل ذنبك. حقا؟ وكيف برأيك؟ ستدمر هيدنفيل أيها البرتقال الأحمق بسبب تحديك الغبي ولأنك لم تكفي عن الثرثرة حول إنقاذك حياتي. ومنذ متى تهتم الإغاثة لك؟ منذ أن بدأ يحدث كل شيء لي، كنت منجرفا في الشر بينما كنت تنقذينني وتنقذين البلدة وتفعلين تلك الحركة. كيف تفعلين ذلك أصلا؟ لست بالروعة التي تظنها، اتفقنا؟ يفترض أن أحل المشاكل لا أن أتحداك لتقوم بها. يجب أن لا أتبجح بإنقاذي للأرواح مثل ما أنقذت حياتك أنت. ماذا قلت؟ آسفة، لن أكررها أبدا، أعدك. تحذير، فشل نظام خلال 10 ثوان، اتبع بروتوكول الانفجار. يجب أن نوقف النظام قبل أن ينفجر البناء. أوه، علينا أن ندير تلك العجلة. ماكس، لم يبقى لدي أيد، أدرها. ماكس لك، أنقذ البلدة فحسب. عاد النظام إلى حاله. نجحت يا ماكس، أنقذت هيدنفيل. لا، بل أنقذتك أنت، وهذا يجعلنا متعادلين. حسنا، ممتاز. أنت، أين ذهب العصير كله؟ من يهتم به؟ أخيرا كل شيء يصعد أيها البطل ماكس. لكن الآن كل شيء ينزل يا ماكس. لن يسجل هذا في سجل أحداثي.